الإيجابيات والسلبيات تبعت الراديشن سيرورايزيشن. الإيجابيات أدفانتج كلين بروسيس، عملية نظيفة، أنا بحط الأداة تبعتي داخل الجهاز وخلص، لا بحط مية ولا بحط كذا ولا بستعمل أي شيء. دراي بروسيس، عملية جافة ما بستعمل مية فيها. انشور فول اكسبوجر اوف اوبجكت فروم اول دايركشنز، يعني بأضمن انه جميع الاتجاهات تبعت المادة اللي انا بدي اعقمها وطاهرها تعرضت الى الاشعاع. الديس ادفانتج تبعتها بس استريت تو هيومن، الراديش دائما بتعمل خطورة على جسم الانسان، على خلايا جسم الانسان، ممكن تعمل خلايا سرطانات الجلد. لينثي بروسيس، عملية طويلة نوعا ما تاخد وقت. require very qualified personnel، تحتاج الى اشخاص خبيرين عندهم خبرة كبيرة جدا في عملية التعقيم والتطهير في الراديشن. عملية الفلترة اللي هي الترشيح filtration تتم من خلال منع الميكروب من الدخول داخل اي مادة بدنا نفلترها او نرشحها. فمثلا لو بدي انا اعقم سائل معين اقوم بترشيحه، احط ورق الترشيح وبضيف هذا السائل، وبالتالي حينزل السائل من ورقة الترشيح والميكروبات راح تضل ملزقة وين؟ في ورقة الترشيح فوق، مش حتنزل داخل السائل، يعني السائل حينزل معقب بشكل كامل. هذه عملية الفلتريشن. زي الطرق مستعملها في اللي هو ترشيح الماء وتعقيم الماء الشرب في أجهزة اللي هو الفلتر اللي في البيت. كمان ممكن نعقم الهواء، زي ما بنعقم الليكويد السائل برضو ممكن نعقم الهواء. طبعا انتوا عارفين في أجهزة الاير كونديشن اللي هو المكيفات فيها فلاتر بتدخل الهواء من خلال هذه الفلاتر وبتمنع دخول الميكروبات او الدست داخل الغرفة، وبالتالي بتعقم الغرفة من الميكروبات. بالإضافة كمان للكمامة، إذا كان طبعا يعني في الوقت الحاضر الكمامة مهمة جدا، الكمامة بتعقم الهواء لما يعني أحمي نفسي مثلا من مرض الكورونا وفيروس الكورونا، بلبس الكمامة عشان تفلتر الهواء اللي حيدخل لي لجسمي، ويكون الهواء خالي من الفيروس، فالفيروس بيجي بلزق وين؟ في الكمامة من برا، فبيمنع يدخل داخل اللي هو الجهاز التنفسي تبع جسم الإنسان. خلصنا من الطرق الفيزيائية للتعقيم والتطهير، نيجي للطرق الكيميائية. The chemical compounds used can be gas sterilization, liquid sterilization. المواد الكيميائية التي تستخدم في عمليات التعقيم والتطهير إما بتكون غازات أو بتكون سوائل، يا بتكون غازات يا بتكون ايش؟ سوائل. Generally chemical sterilization procedures have the disadvantage of presenting health hazards to user poisonous flammable. الغالب المواد الكيميائية اللي بنستعملها في عملية التعقيم بتكون مواد سامة على جسم الإنسان أو بتكون يعني قابلة للاشتعال. نيجي لعملية التعقيم بواسطة الغازات، غاز ستيرلايزيشن. في عندنا غاز مهم جدا هو الإيثيلين أوكسايد، هذا غاز يستعمل في التعقيم لكنه للأسف يعني هايلي توكسيك، سام بشكل كبير جدا وفلمبل كمان قابل للاشتعال، لكن يعني من يعني إيجابياته إنه بيقتل الميكروبات حتى البكتيريا اللي لها سبورز. طريقة عمل اللي هو الجهاز أو التعقيم بالغاز هذا، في جهاز خصوصي احنا بنحط كل أدواتنا داخل الجهاز، وطبعا يعني بنحفظ كل أدوات تبعتنا بعيدة عن الرطوبة الجوية،
وبعدين بنعلي درجة الحرارة بين 30 ل 60 درجة مئوية، وبندخل الغاز، وبضل يعني طبعا شغال الجهاز لمدة 10 ساعات على الأقل. بعد ما يخلص الجهاز يشتغل ويخلص، لازم نتخلص من اللي هو بقايا الغاز هذا، لأن قلنا إحنا فام، فبنعمل تهوية، بندخل هواء نظيف داخل الجهاز عشان نتخلص من بقايا الغاز اللي موجود على الأداة اللي بدنا نعقمها أو نطهرها. يعني هذا الغاز يستخدم بالذات لتعقيم الأدوات الطبية أو الصيدلانية، ميديكال أور فارماسيتيكال برودكتس، اللي لا يمكن استعمال الأوتوكليف في تعقيمها. زي ايش مثلا؟ زي مثلا اللي هو الأدوات الإلكترونية، مثلا بلاستيك باكجينج، الأدوات البلاستيكية، بلاستيك كونتينر، شغلات زي هيك. فورمالين جاز اوتوكليف، برضو في جهاز عندنا الاوتوكليف مندخل عليه فورمالين، ممكن ندخل الفورمالين. طبعا الفورمالين يعني مهم جدا ومادة معقمة تعقم الأدوات، وبدل اللي هو للسبورز، ويستخدم في تعقيم الاندوسكوبس مثلا أو الأنثيتيك أبريتر، الأجهزة اللي تستخدم في التخدير، أو الاندوسكوب اللي هو جهاز المناظير. جهاز المناظير هذا الغاز الفورمالين أو الإيثيلين أوكسيد المستخدم في جهاز الأوتوكليف لهم سلبيات متعددة، مثلا difficult to operate، يعني صعب جدا استخدامهم، مش سهل، خطواته طويلة ومعقدة. بعدين هذه الأداء أو الغازات هذه غير مناسبة للاستخدام في المستشفيات، فقط يعني مناسبة للاستخدام في الصناعة، مثلا تعقيم اللي هو السرنجات أو الأدوات الجراحية وأدوات الأطباء في المصانع وليس في المستشفيات. ما زلنا نتحدث حتى الآن عن طرق التعقيم. أخذنا اللي هو الغاز، استخدامات الغازات التعقيم، نيجي لاستخدامات السوائل. في عندنا مثلا أول سائل اللي هو جلوتاريك ألديهايد أو جلوتارديهايد، بيسموه جلوتاريك ألديهايد أو جلوتارديهايد، هذا من السوائل المهمة في عمليات التعقيم. كيف يتم استعماله؟ يتم وضعه على الأشياء اللي بنعقمها لعدة ساعات، وبعد كده بنغسل الأداة هذه بالمية معقمة. طبعا هو ماء الجلوتيرايد ومادة يعني معقمة فعالة، حتى يتم انه يتم قتل اللي هو السبورز. هذا يستعمل لتعقيم مثلا الأدوات الحساسة للحرارة، زي مثلا المناظير الطبية، هذه أدوات حساسة للحرارة، لو حطيناها داخل الأوتوكليف بتخرب، ما فيها كاميرا، فعشان هيك بنعقمها في المادة هذه جلوتارديهايد، نحطها في مثلا جلاية الصحون أو في غسالة أو في كذا، ونحطها داخل الجلوتارديهايد، وبنتركها لفترة معينة، وبعدين بناخدها بنغسلها بالمية المقطرة المعقمة، وبتتم استعمالها مرة أخرى. لكن يعني هذه المواد يعني بدها خبرة في الاستعمال، يعني مش أي شخص ممكن يستعملها أو يتعامل معها. خلصنا من الأدوات التعقيم، نيجي لأدوات التطهير disinfection methods. أول حاجة نبدأ بالphysical methods، في عنا boiling اللي هي الغليان، ممكن نطهر يعني
أي سائل بغليه لمدة ربع ساعة، وبالتالي بتقتل اللي هو الفيجيتيتيف بكتيريا، ولكن ليس السبور بكتيريا. السبور بكتيريا تحتاج إلى غلي أكثر من 3 ساعات حتى تموت. باسترايزيشن اللي عملية البسترة، نيجي بنسخن السائل اللي نعمل له بسترة عند 72 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، أو 63 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، ونعملها تبريد مفاجئ عند 10 درجة مئوية. بالتالي بصير inhibition for growth for all microorganism. Non-ionizing ultraviolet radiation، الإشعاعات زي الأشعة فوق البنفسجية اللي هي non-ionizing، ليست أيونية. طبعا هذه الالتروفايلوت لايت يستخدم في اللي هو بايوسيفتي كابينت، اللي هو كابينة الحماية من الميكروبات. وفكرتها تقريبا زي الايونايزنج راديشن، تقوم بقتل او تقوم بتحطيم او تعطيل المادة الوراثية تبعت الميكروب. طبعا اليو في لايت تستخدم في دي كونتامينيشن اوف سيرفيسز، اللي هو تعقيم الأدوات أو تطهير الأدوات أو الأسطح، لكن ما بتخترق اللي هي الأجسام الصلبة أو الأجسام المعتمة أو اللايت أبسوربينج سيرفيس. طبعا أنا سمعت يعني في الفترة الأخيرة في بريطانيا إنهم يعني كانوا يعقموا أو يطهروا الباصات عن طريق الأشعة فوق البنفسجية، يدخلوا داخل الباص يطهروا كل الباص بالأشعة فوق البنفسجية لقتل فيروس كورونا. هذه كابينة الحماية اللي هو بايوسيفتي كابينة، قلنا بنستعمل يعني فيها اللي هو الألترا فايلوت لايت. بعد ما نخلص الشغل كله تبعنا بنشغل اللي هو الألترا فايلوت لايت هذه، بنطلع من الغرفة لأنه قلنا اللي هو الألترا فايلوت لايت أو الراديشن هذه ممكن تكون مؤذية للإنسان، وبتطفي لحالها بعد ربع ساعة. نيجي لطرق التطهير الكيميائية، يعني من أشهر الطرق اللي هي عملية الكحول أو المادة الكيميائية الكحول، 70% كحول، إيثانول أو أيزوبروبانول، يستخدم لتطهير الأجسام، إيدين الإنسان، الأسطح الصلبة، أي مكان. مستعملة في سحب الدم مثلا، إحنا بنعقم أو بنطهر إيد المريض وبنسحب الدم، تقوم بقتل يعني معظم الميكروبات. مادة الألديهايد أو زي الفورمالديهايد أو جلوترديهايد، برضو هذه تعتبر من المواد المعقمة أو المطهرة، سبوروسايدال، تستخدم لتطهير الأدوات الطبية زي برونشوسكوب اللي هو المنظار تبع الرئتين، تستخدم في الإنكوبيتر، وتستخدم في حفظ الجثث preserves the corpses. هالوجين كلوراين اند ايودين، الايودين او الكلور برضو تستخدم لسكن كسكن انتيسبتيك، مطهرات للايدي قبل سحب الدم زي ما حكينا قبل شوية، او في العمليات الجراحية زي ما انتم شايفين في الصورة اللي تحت على الشمال. في عنا كواترنري امونيوم، برضو هذا الامونيوم يستخدم في تعقيم البنش الأسطح والأدوات أو الأسطح داخل المختبرات. فينوليك كومباوندز، مشتقات الفينول، ديتول، الليسول، الليسول 3% يستخدم كديس انفكشن للأدوات الجراحية، سيرجيكال انسترومنت. الفينول برضو افكتيف
فعال للأسطح الصلبة أو في اللي هو الحمامات أو غيره. طبعا في مادة تانية اللي هو 2% هيكسا كلوروفين، هذه مادة بتكون موجودة في الصابونة، هي جيرميسايدال، يعني تقوم بقتل الجراثيم في على الأيدي مثلا، تستخدم طبعا لتطهير الأيدي. أحيانا بنستخدم كمان اللي هو 5% كلورو أو كلورامينز. كلورامينز تستخدم للتعقيم اللي هو في حالات الهيباتايتس، لأن الكلور هو يعني دائما بيكون قاتل للهيباتايتس أو الهيت ديسينفكشن. ايديال ديسانفكتنت يعني المطهر النموذجي او المطهر الفعال، يعني بمعنى اخر ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في المطهر حتى يكون فعالا. اول حاجة resistant to inactivation، يعني مقاوم لتثبيطه، مقاوم للتثبيط، يعني هذا المادة المطهرة يجب أن لا تثبط بأي طريقة كانت. مثلا في مطهرات ممكن عن طريق الضوء تخرب تثبط وتبطل فعالة، عشان هيك المطهر يجب أن لا يثبط بأي طريقة كانت. برودلي اكتف، يكون فعال ضد اكبر كمية او اكبر عدد من الميكروبات، كيلينج باثوجينز. نوت بوزينيوس، يعني غير سام، ما بينفع مثلا اغسل ايدي بمواد سامة، مواد تقتل البكتيريا وتموتني كمان في نفس الوقت، ما بينفع. بنتريتنج، يعني يخترق الى الميكروب الممرض، بدخل داخل الميكروب الممرض، ما ينفعش استخدم مادة ما بتدخل داخل الميكروب الممرض وما يتأثرش فيها، لا بدها تدخل داخل الميكروب الممرض كمان وتأثر فيه وتموته. not damaging to non living material، ما بتأثر على المواد الغير حية، ما بتأثر على المواد الغير الحية. يعني مثلا لو انا اضفت مادة مطهرة على طاولة وراحت المادة المطهرة هذه خربت لي الطاولة، ايش الفائدة منها؟ هتكون طبعا مش حيكون منها فائدة على الاطلاق، انا خربت الطاولة وموتت البكتيريا، فما بتنفع. ستيبل يعني ثابتة لا تتغير، متغيرش مع الحرارة مع الضوء مع كذا، يعني في كتير من المواد المعقمة او المطهرة تتغير مع الوقت وتقل فعاليتها، وهي طبعا بتكونش يعني فعالة. easy to work with، سهلة العمل بها مش صعبة. otherwise not unpleasant، ما سوى ذلك بتكون المادة المطهرة ليس لها قيمة، مش فعالة وليس لها ايش قيمة. resistant to killing، هذه الميكروبات مقاومة للقتل. لا كل ميكروب له أسباب معينة، نشوف هي ايش ليش هذه الميكروبات أو المراحل من الميكروبات يعني بتكون مقاومة للقتل أو مقاومة للتعقيم أو مقاومة للتطهير. بالنسبة لجرام نيجاتيف بكتيريا مقاومة أكتر، ليش؟ عشان طبيعة تركيب السل وول تبعتها، وان هي بتختلف عن تركيب الجرام بوزيتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف مقاومة لعملية التعقيم والتطهير أكثر من الجرام بوزيتيف، لأن طبيعة السيل وول تبعتها فيها مادة دهنية، فيها فوسفوليبيد، فيها لايبوبروتين، فيها كذا، فهي مقاومة أكثر من الجرام بوزيتيف. stationary phase
في مرحلة ستيشنري فيز، مرحلة الثبات إذا كان متذكرين، في اللي هو منحنى النمو تبعت البكتيريا. تقول البكتيريا عدد البكتيريا الميتة تساوي عدد البكتيريا الحية. تكون في المرحلة هذه البكتيريا مقاومة للقتل أكثر من فترة اللوج فيز. ليش؟ لأنه في المرحلة هذه بتكون البكتيريا ضعيفة النمو والميتابوليزم تبعتها ضعيفة، فتأخذ اللي هو المادة المعقبة والمادة المطهرة بضعف، يعني بتاخدهاش بكمية كبيرة لأن هي أصلا بطيئة، فعشان هيك لا تتأثر بالمعقبات أو المطهرات. مايكوبكتيريا، الاندسبور بكتيريا، البروتوزوا سيست أو الأوسيست تبعت الطفيليات أو البكتيريا، هذه كلها تبقى عبارة عن حويصلات، تعمل البكتيريا حويصلات حوالين نفسها فبتكون مقاومة لعمليات التعقيم وعمليات التطهير. النون انفلوب فيروسز، انتوا عارفين الفيروسات تنقسم الى نوعين، انفلوب ونون انفلوب. اللي هو الانفلوب اللي هو موجود حواليه فوسفوليبيد، مادة فوسفوليبيد اللي هي بسموها اللي هو الانفلوب. النون انفلوبد فيروس مش موجود حوالين الفيروس اللي هو ما اللي هو الجدار هذا اللي هو الفوسفوليبيد. فلما يكون موجود الفوسفوليبيد حوالين الفيروس بكون قتله أسرع، لأنه بيتم التخلص من الفوسفوليبيد بشكل أسرع بواسطة الكحول مثلا. لكن لما يكونش موجود هذا الجدار، بيكون موجود فقط جدار بروتيني اللي هو اسمه كبسيد، بيكون التخلص من الميكروب او من هذا الفيروس اصعب، لانه المواد الكيميائيه او حتى الفيزيائيه اللي بتتخلص من البروتينات اقل فعاليه من اللي بتتخلص من اللي هي الدهون. الاورجانيك ماتر، وجود اي مواد عضوية على المادة اللي بدنا نعقمها ونطهرها تعيق عملية التعقيم والتطهير. وهذا جبت لكم مثال عليها سابقا، قلت لكم مثلا لما انا اجي بدي اعقم مشرط جراحي مليان دم ومليان انسجة ومليان كذا، لو مسكته وحطيته داخل جهاز الاوتوكليف مش هيكون فعالية التعقيم كبيرة، لأنه في مواد عضوية موجودة على اللي هو هذا الجهاز أو على الأداة الجراحية هذه راح تمنع اللي هو الحرارة تدخل بكفاءة داخل الجهاز أو داخل الأداة الجراحية. لكن لو أنا جيت نظفت هذه الأداة الجراحية من السوائل من المي من التشو من الأنسجة من الدم من كذا، وبعدين حطيتها داخل جهاز الاوتوكليف، بتكون فعالية التعقيم أفضل وأقوى. دائما الديسنفكتنت المطهر فعاليته بتقل مع درجة الحرارة المنخفضة، وتوحكناها قبل شوية، هذه كلما ارتفعت درجة الحرارة 10 درجات بتزيد كفاءة الديسنفكتنت المطهر. longer application times are preferable to shorter، يعني دائما كل ما طولنا فترة التطهير أو وضع المطهرات على الأجسام كل ما قعدت فترة أطول كل ما كان أفضل، كل ما كان أفضل. يعني مثلا لو حطينا مثلا كحول على أيدينا ورحنا غسلنا أيدينا على طول، كل لسه ما عمل مفعوله، لكن خليه على الاقل دقيقتين ياخذ مفعوله وبعدين اللي بنعمل اللي بدنا اياه. higher concentration، تركيز عالي، تركيز له دور كبير جدا في اللي هو فعالية المطهر. يعني مثلا
تركيز الكحول 70% أفضل من 50%، أفضل من 50%، أفضل من 40%. فدائما التركيز العالي، وطبعا لكن هذه مش قاعدة عامة، لأنه مثلا تركيز الكحول 70% أفضل من 100%، لأنه 100% يتطاير ويبطل له مفعول كتير. هذه الصورة بتوضح كل عملية من عمليات التعقيم والتطهير. نشوف المادة الايجنت ميكانيزم اوف اكشن، كيف بتشتغل هذه عملية التعقيم والتطهير. كومنتس، تعليق على عملية التعقيم والتطهير. مثلا موست هيت بويلينج، عملية اللي هي الغليان او استعمال الحرارة الرطبة. شو بتعمل هذه؟ بتعمل ديناتوريشن للبروتين، يعني تقوم بعمل دمج للبروتين، خرب البروتين في داخل البكتيريا، وبالتالي البكتيريا بتموت. العملية هذه كل فيجيتاتيف بكتيريال سيلز اند فيروسز اندوسبورز سيرفايف، يعني يتم قتل كل البكتيريا اللي ملهاش سبورز والفيروسز، لكن البكتيريا اللي سبورز بتضل ايش عايشة. موست هيت اوتوكليف، جهاز الاوتوكليف برضو بتعمل ديناتوريشن للبروتين. وطبعا هذه عملية زي ما حكينا 101 درجة، 121 درجة مئوية، 15 ضغط لمدة 30 أو 15 دقيقة، بتقتل كل الميكروبات بما فيها البكتيريا اللي لها سبورز. موست هيت باسترايزيشن، عملية البسترة برضو بتعمل ديناتوريشن للبروتين، بتقتل كل الميكروبات أو الميكروبات اللي موجودة في الطعام. دراي هيت فليمنج، عملية اللي هي الفليمنج، وضع اللي هي الأدوات على حرارة، بنزل بيرنر مثلا. انسنريشن اوف كونتامينانت، حرق اي اشياء بدها تلوث الادوات تبعتي. وبتستخدم للانكيوليتنج لوب زي ما حكينا، اللي هو السلك اللي بنزرعه او بنستخدمه في زراعة الاطباق الزراعية. دراي هيت هوت اير اوفن، الاوفن بيعمل اكسديشن اكسدة، برضو بيعمل ديناتوريشن للبروتين، ودرجة الحرارة تبعته 170 درجة مئوية لمدة ساعتين، وبعقم للجلاس وير والانسترومنت استيرلايزيشن اللي هو ادوات الزجاجية. عملية الفلترة زي ما احنا عارفين هو بتعمل سيبريشن للبكتيريا عن الفلويد، يعني بتفصل البكتيريا عن السوائل، زي مثلا كمان الهيبا فلتر اللي بفلتر اللي هو الميكروبات اللي موجودة في الهواء. هذا يستخدم للهيت سنسيتيف ليكويدز، للسوائل الحساسة للحرارة. كولد لايفوليزيشن اوسو ديسيكيشن، اللي هو التعقيم بالتبريد. ديسيكيشن and low temperature، اللي هو عن طريق التجفيف او عن طريق انخفاض درجة الحرارة، يستخدم لتعقيم او تطهير الفود، الاطعمة، الدراج، حفظ الادوية، ومش ضرورة انه يتم قتل كل الميكروبات اللي يتم حفظها في البكتيريا كلتشر. كولد ريفريجريشن، اللي هي عملية ثلاجة، يعني ديكريز كيميكال رياكشن ريت بكتيريوستاتيك، يعني بتقلل من العمليات الحيوية تبعت البكتيريا وتثبط نمو البكتيريا. اوزموتيك براشر، اديشن اوف سولت اور سوجر،
Las bolsas contaminant contaminant الأوزموتيك براشر أو إضافة أملاح أو سكريات على اللي هو الميكروب. يعني بالطريقة هذه يتم حفظ إيش الأطعمة، يتم حفظ إيش الأطعمة، ولكن يعني هذه العملية مش فعالة ضد الفطريات. راديشن، UV، الإشعاعات، أشعة فوق البنفسجية زي ما حكينا هي بتعمل دمج للمادة الوراثية، لكنها ليميتد بنتريشن، يعني ما بتدخلش داخل الأجسام كلها. إكس راي برضه بتعمل دي ان ايه دمج، برضه بتستخدم لتعقيم اللي هو الأدوات الطبية. سترونج فيرسس لايت، لاين دراينج لوندري اللي هو هذه بتستخدم في الغسالات وغيره، اللي هو الضوء القوي جدا. هذه الصورة بتوضح كل مادة كيميائية ايش الاسم الكامل تبعها، مثلا الكحول، ايثال الكحول، ايزوبروبايل الكحول، شو المود اوف اكشن، دينيتوريتد بروتين، تايب اوف ديسانفكتنت، يعني هاي او لو ليفل او انترميديت ليفل، الادفانتج تبعته تشي مثلا رخيص، نون توكسيك، غير سام، ديز ادفانتج تبعه فليمبل يعني قابل للاشتعال، ايفابوريت ايزلي يعني يتطاير بسهولة، وهكذا الباقي اللي هي اللي هو المواد الكيميائية بتقرأوها بتطلع عليها بتقارنه بين الأنواع. في نهاية الشابتر ملخص الشابتر، يعني كما يعني وضحت في الشابتر انه عملية التعقيم والتطهير هي عملية مهمة جدا، لكنها عملية كوستلي، يعني بتاخد بتكلف وبتاخد وقت كبير جدا، لكن رغم ذلك هي مهمة على الصحة زي ما انتم شايفين. كتير من اللي هو الأدوات أو الأشياء اللي حكيناها تستعمل الآن ضد مكافحة فيروس كورونا في العالم، لأنها طرق مهمة جدا لمكافحة الأمراض ومكافحة الميكروبات الضارة على الإنسان. كمان يعني هذه لها علاقة بالإثيكس تبعت الإنسان اللي بده يشتغل مع هذه الميكروبات، الأخلاقيات، يعني ما بينفعش أنا أشتغل في مختبر وأنشر الميكروبات خارج المختبر للناس. زي ما حكينا مثلا أنا تلوثت الأدوات تبعتي بدي أتخلص منها في غرفة الحرق اللي هو الإنسنريشن روم، ما بينفع أرميها في سلة المهملات ولاقي الأطفال بيلعبوا في سلة المهملات وبغزوا حالهم بالإبر، والإبر فيها هيباتيتس بي وممكن يكون في إيدز وهيباتيتس سي والأمراض. عشان هيك لازم أخد بالي أنا في المختبر أو في أي مكان بشتغل فيه، حتى الطبيب والممرض وأي ميديكال تيم أو ستاف، يعني لازم ياخد باله ويتعامل بأخلاقيات المهنة انه ما ينشر المرض لا اله ولا الى الاخرين، لا الى الاخرين المرضى، او ينقل المرض حتى كمان اله او افراد عائلته او الى المجتمع. بيك بكون يعني خلص الشابتر الخامس. اتمنى لكم اللي هو السعادة والتوفيق والنجاح، واتمنى لكم السلامة، وأتمنى عليكم مرة أخرى أن تتوخوا الحذر الشديد في التعامل مع الآخرين أو الميكروبات. ظلوا ببيوتكم، ما تطلعوا من بيوتكم، وحافظوا على حالكم، وحافظوا على أسركم، وحافظوا على أهاليكم. ابتعدوا عن اللي هو الأماكن اللي فيها وباء أو مو احتمال يكون فيها وباء. دائماً يعني توكل على الله وربنا يوفقكم إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.